بهذا الجزء رح نشوف كيفية دخول المواد الخام في عملية تصنيع صنف محدد. رح فوت على السيستم يوزر نيم وباسورد، في عندي الايتمز اللي عم بتعامل فيهم. انا ببيع جاتو 54، بوظة، كروسان، عصير، شوكولا. اوكي، اول شيء موضوع الاصناف. طبعا الاصناف الماتيريالز كلهم موجودة عندي، مثلا طحين، السكر، الزيت النباتي، السمنة، النوتيلا، اي شيء تاني، مثلا بيض، فانيلا، بيكنج باودر. هالاشياء كلها كيف دخلها بعملية تصنيع ايتم معين. رح نطبق هذا المثال على مثلا قالب الجاتو العشر اشخاص. بدخل على الفانكشن فابريكيشن، انا طبعا كنت محدد قالب جاتو 10 اشخاص، ورح بلش ضيف الماتيريال اللي بتدخل فيه. مثلا بيدخل عندي الطحين، بدأ نقول 500 جرام طحين، بدنا مثلا 300 جرام سكر، عندي مثلا السمنة، خلينا نقول 200 جرام، طبعا بقية الديتيلز ما فيني نفوت فيها. رح ناخذ هذا المثال بس انه كيف رح شوف كيف بيسحب من ستوك الطحين نص كيلو، من السكر 300 جرام، من السمنة 200 جرام. اول شيء مثل ما اني شايف انا ما عندي كميات اطلاقا من الطحين، السكر، الزيت النباتي، السمنة والنوتيلا. ممكن كمان ندخل النوتيلا بعملية التصنيع، مثلا نوتيلا بدنا 100 جرام، طبعا قبل ما نبلش عملية التصنيع انا بحاجة اعمل فاتورة مشتريات من سبلاير، اي سبلاير عم بتعامل معه، سبلاير 1 مثلا. كمل الاكونت جديد، اول مرة افتح هذا الحساب. اوكي، دخل رقم الفاتورة مثلا والايتمز اللي عم تشتريهم بالفاتورة. مثلا بدي اشتري طحين، بدي اشتري سكر، سمنة، نوتيلا. اوكي، مثلا كيلو طحين ب1000، كيلو سكر ب1000، سمنة 6000، نوتيلا 10000. طبعا هاي الكوست مهمة جدا في تحديد كلفة الصنف الناتج، يعني انا حسب المقادير اللي دخلتها او الريسيبي رح ينتج عندي كلفة لقالب الجاتو. مثلا مشتري 10 كيلو طحين، 10 كيلو سكر، 10 سمنة، 5 نوتيلا. اوكي، طبعا هون عندي اجمالي الفاتورة رح يكون 130000، ورح تفوت هاي الكميات اللي عندي على المستودع. بس انتهي من عملية الشراء بعمل سيف، وبتأكد انه صارت الكميات موجودة. اذا بطلب الكاتيجوري المواد الاولية مثلا، عندي 10 طحين، 10 سكر، 10 سمنة، 5 نوتيلا. طيب، يعني انا كل ما صنعت قالب جاتو 10 اشخاص رح ينخصم تلقائيا من المستودع نص كيلو طحين، 300 جرام سكر، 200 جرام سمنة، 100 جرام نوتيلا. رح شوف هاي العملية كيف بتصير.
طبعا انا معرف الايتم اللي اسمه جاتو، عندي الايتم اللي اشتغلت عليه هو قالب جاتو 10 اشخاص، سعره 30,000، ولكن انا قبل ما بيعه بهذا السعر لازم شوف قد ايه عم بيكلفني، يعني حسب المقادير الموجودة هو عم بيكلفني 3,000. اوكي، طبعا في مواد تانية واكيد الاسعار مانا دقيقة. اوكي، بامكاني اذا اعتمادا على هذا الرقم اذا كلفة التصنيع 3,000 اني بيعه 30,000، طبعا ما بدي احسب مصاريف تانية والى اخره، بحيث امن ربح على هذا الايتم. اذا بس فت على البي او اس، ضغطت على قالب جاتو، قم باصدار فاتورة، تأكد اذا البرنتر مفعلة حتى نشوف مفعلة كيف شكل الفاتورة رح يكون. اوكي، فاتورة، هلا رح نشوف كيف بيطلع فرم الفاتورة. هاي فورم الفاتورة، هون عندي بيطلع اسم المحل مع اللوكيشن، رقم التليفون، وبقية الديتيلز من رقم فاتورة، تاريخ الفاتورة، محتويات، قالوا 13 أشخاص، بسعر 30,000، وإجمالي الفاتورة هو 30,000. أوكي، هلا بعد تحقيق مبيع قالب جاتو لازم نتأكد شو صار عندي بالستوك. انا بامكاني هون شوف مثلا عملية ستوك الطحين شو ضل فيه، شوف انه من 10 كيلو بقي عندي 9 كيليات ونص. طبعا شو السبب؟ انه راح عندي نص كيلو لتصنيع قالب الجاتو، نص سكر راح 300 جرام، سمنة 200 جرام، نوتيلا 100 جرام. اوكي، بامكاني طبعا نشوف العملية كيف صارت بالتفصيل هون بالاوبريشنز. هون عندي عملية شراء طحين، طبعا عم يطلع لي كل ايتم لوحده. اولا اشتريت 10 كيلو بعملية تصنيع، طلع من عندي نص كيلو بالفاتورة رقم 32. بالنسبة للسكر نفس الشيء، عندي مشتريات لعشرة كيلو، طلع عندي 300 جرام بالفاتورة رقم 32، نفس الفاتورة. بالنسبة للسمنة 10 كيلو، كمان طلع عندي 200 جرام، نفس الفاتورة 32. اوكي، كمان نوتيلا نفس الشيء، عندي عملية شراء 5 كيلو، اوكي، طلع عندي 100 جرام بفاتورة 32. وبالنسبة للصنف الناتج اللي هو قالب جاتو لعشر أشخاص، أوكي، بعملية تصنيع تم تصنيعه بكلفة 3,000 ليرة، أوكي، وبيعه ب30,000، فالمفترض أنه يسجل لي ربح 27,000. طيب، بناء على هاي الكميات، طالما أنا عم بيع قالب جاتو 10 أشخاص، كل قالب جاتو رح يربحني 27,000، ورح يخصم نفس الكميات، نص كيلو طحين الى اخره. اوكي، هلا 3 قوالب جاتو. اوكي، اذا عملنا سيف شوف شو صار عندي بالستوك. اوكي، من الطحين طلع عندي 1.5 كيلو لثلاث قوالب جاتو، من السكر 900 جرام، من السمنة 600 جرام، من النوتيلا 300 جرام، طبعا حسب العدد، انا 3 قوالب جاتو. اوكي، وبالتالي عملية الربح هون كنت عم بربح 27، بثلاث قوالب عم بربح 81,000. طيب، هلا فاتورة تانية من نفس السبلاير او سبلاير جديد، راح اشتري ولكن باسعار اعلى،
اوكي راح اشتري طحين سكر سمنة نوتيل اوكي اشتري تقريبا نفس الكميات الماضية 10 كيلو بعشرة كيلو بعشرة كيلو بخمسة كيلو ولكن هلا راح ارفع سعر الطحين طبعا انا راح احط 2000 ب 2000 اوكي السمنة صارت ب 7000 اوكي النوتيلا صارت ب 12000 راح ارفع كل الاسعار اوكي واعمل سيف هلا اولا راح يختلف عندي شيء اسمه الافريج كوست يعني انا كلفة هاي المواد من الطحين كان عم بيكلفني 1000 اوكي صار عم بيكلفني 2000 معناتها كلفة الكيلو الواحد الموجود عندي بالستوك هو 1555 بالنسبة للسكر صار عم يكلفني الكيلو الواحد عم يشتري ب1000 هلا حاليا اشتريت ب2000 صار عم يكلفني الكيلو الواحد 1531 طبعا لانه كان باقي عندي 8 كيلو قديم مع السعر القديم واشتريت 10 كيلو على السعر الجديد اوكي طبعا هذا الحكي نفسه بالنسبة للسمنة صارت عم تكلفني كيلو السمنة 6520 والنوتيلا 11 و41 ليرة طيب هلا لازم شوف قلب الجاتو على نفس النسب قد ايه صارت كلفته فبامكاني فوت على الايتمز وشوف قلب الجاتو 10 اشخاص نفس الكميات صاروا عم بكلفني بدل 3000 ليرة 4200 يعني انا ما عاد اربح 27000 صرت بدي اربح 25800 طيب بلكي اختلفت عندي المقادير بامكاني هون مثلا انا قول انا صار بدي 350 جرام من السكر ارتفع عندي 100 ليرة اوكي صار بدي 150 جرام نوتيلا صار عندي تقريبا كلفة القلب الجاتو 5000 اوكي طبعا بقية المواد قد ما بدي انا بنزل مواد اذا بيكونوا مثلا 10 20 30 ايتم عم يدخلوا بتركيب صنف معين راح يتم سحب الكميات من الستوك وحساب الكلفة التقديرية بناء على وسط الكلفة يعني بس انا هلا اشتريت مواد اولية بسعر تاني شفت انه اختلف عندي معدل سعر قلب الجاتو الوسطي هلا بالتالي كل عملية بيع بتتم على قلب جاتو رح نشوف شو رح يصير يكلفني قلب الجاتو قديش الربح الموجود فيه عن جديد اذا على الريبورت ستوك اوكي مبدئيا اخر عملية بيع اللي هي الفاتورة 34 اوكي قال بالجاتو كان عم يكلفني 4274 اوكي طيب عفوا 4900 بالنسبة للمقادير المدخلينها اخر مرة رح شوف شو ضل عندي من الكميات بالنسبة للطحين ضل عندي 17.5 كيلو بالنسبة للسكر ضل عندي 18 كيلو و450 جرام سمنة 19 كيلو ونوتيلا 9409 كيلو و450 جرام بالنسبة للربح قلب الجاتو كان عم بيربحني 27000 صار عم بيربحني 25700 اوكي شو أثرت عملية الشراء على حسابات التجار طبعا بإمكاني شوف فواتير الشراء اللي دخلت أنا عندي فاتورة 130000 فاتورة 170000 أوكي طبعا نفس الطريقة هلأ إذا بشتري بعمل فاتورة جديدة بالأسعار القديمة أو أسعار أرخص رح يحسب الأفريج كوست تلقائيا حسب أسعار الشراء على السبلاير ستيتمنت رح له السبلاير الاول
هو بده مني 300,000 اللي هنون، فاتورة شراء بقيمة 130,000، فاتورة شراء بقيمة 170,000، فالمجموع راح يكون 300,000. طيب عملنا دفعة 100,000، دفعة للسبلاير، عملنا اد، اوكي، باقي الرصيد 200,000، يعني ضل بده مني 200,000، اوكي. طبعا وهاي ال 100,000 تلقائيا طلعت من صندوقي، يعني صندوقي كان فيه مبيعات كاش بقيمة 150,000، 5 قوالب جات تبعتهم، دفعت منه 100، ضل معي 50,000 بالصندوق، اوكي. طبعا بالنسبة للريبورت في عندي تقارير المبيعات، شو بايعنا، بايع قالب جاتو فاتورة رقم 32، 3 قوالب فاتورة رقم 33، فقالب جاتو فاتورة 34، اوكي. بامكاني فلتر حسب ديك مثلا من اول الشهر لهلا، طبعا ما عندي داتا انا الا هاي الداتا اللي عم اشتغل عليها الفيديو، اوكي، من اول الشهر لهالفترة هاي حسب ايتم معين، مثلا بدي اعرف كم قالب جاتو 10 اشخاص بايع انا، اوكي، ممكن اعطيهم هون سمري 5 قوالب جاتو 10 اشخاص بقيمة 150,000، او بامكاني فلتر على كل الجاتو كاتيجوري، كل الجاتو، طبعا انا ماني بايع الا قالب ل10 اشخاص. بالنسبة لموضوع المشتريات نفس الطريقة تماما، شو اجمالي المشتريات؟ اجمالي المشتريات عندي من اول الشهر لهلا ب 300,000، انه 70 ككوانتيتي، كيف مفصلين عندي؟ مشتري طحين 10 كيلو فاتورة رقم 123، شوف هاي الفاتورة كلها شو مشتري فيها، وهاي الفاتورة الثانية. إذا بدي كمجاميع بضغط هون، أنا مشتري 20 كيلو طحين، 20 سكر، 20 سمنة، و10 نوتيلا. طبعا القيمة المالية ما عم تتغير ولا الكمية، ولكن أنا باخذ الربور بأكثر من شكل، يعني ممكن أقول له فصل لي إياهم كل يوم شو مشتري، بيقول لي مثلا 21/3 مشتري ب 300,000، 70 بغض النظر عن أنواع الأصناف، 70 حبة أو كيلو من مواد، أوكي، بثمن 300,000. طبعا شو عندي مصاريف تاني؟ كمصاريف أعباء من أجور، طبعا أجور العمال من هون بنشوفها من السالاريز، كأجور عمال دخلة من هون، ممكن أن يدخل موظف أو أجور تانية، مثلا بنزين، وقود، كهرباء، أي مصاريف تدخل عندي بالمعمل ممكن أن يدخلها هون، ورح شوف مثال عنا، مثلا ديزل، مثلا من هنا رح يتم، طبعا بس غادرت هاي الفيلد رح يقول لي اد نيو اكاونت في البي اس، اوكي، منين دفعتها؟ مثلا انا ما دفعتها من صندوق المعمل، دفعتها من البنك، من حساب البنك، اوكي، مثلا فاتورة رقم 5، قد ايه دفعت ديزل مثلا؟ 100,000، اوكي، هذا المصروف رح ينزل عندي هلا بتقارير الارباح. طيب طالما عم اشتغل وعم بيع انا، رح يضل يزيد على صندوقي، على فرض اني بايع 10 قوالب جاتو، طبعا تلقائيا النسب بتكون تخصمت، رح دخل راتب لموظف، مثلا فوت عرف اسم موظف جديد، مثلا هذا الموظف معاشه عندي الشهر 600,000، طبعا طالما انا دخلت 600,000 حددت المعاش وهو رصيده 600,000،
بعد ما دفعت له شيء. اوكي، لو اني دفعت له اي مبلغ مثلا سلفي 100,000، اوكي، راح يتم خصم هاي السلفي تلقائيا من الصندوق. اوكي، هون محدد المعاش انا، ولكن ما بينقسم هذا 600,000 من الصندوق الا انقسم هو ال 100,000. طيب، في حال كنت عم بيع مثلا قالب الجاتو او 3 قوالب جاتو مع ديسكاونت مثلا، هذول 90,000 بدي اخصم منهم 5,000. صار عندي مصاريف ديزل، مصاريف عمال وحسومات والى اخره. هاي كل المبالغ راح تنحسم من قيمة الربح الاجمالي. فانا عندي ربح اجمالي يعني مقدر حسب وسط الكلفة هو مثلا 486,000 بهاليوم. هيدا بايع كم قالب جاتو مثلا 13 و5 18 قالب جاتو، اوكي، ربحهم 468,000. ولكن عندي مصاريف يلي هنو في حسومات على هذا المبلغ، في اكسبنسز اللي هي 100,000، في عندي رواتب دافع منها 100,000، وفي عندي تقرير الربح او الخسارة. من ال 486,000 راح يقسم لي 5,000 ديسكاونت وال 100,000 المصاريف خلال هاليوم، اوكي، وراح يقسم لي فقط 19,000 هو راتب هالموظف بهذا اليوم، لانه انا طالب ربور الربح ليوم واحد. فقد ايه عم بيكلفوني الموظفين باليوم؟ بيطلع لي الاجمالي هون، اوكي، فكون عم بربح من ال 500 او من ال 468,000 343,000. طبعا كل ما زادت المصاريف رح يقل الربح اليومي او الربح الشهري اذا بدي. طبعا انا بس ما عندي داتا الا هاي الشهر، فاذا بدي اقسم من اول الشهر لهلا قد ايه عم بربح اختلف الربور. ليه؟ لانه اجمالي الرواتب هلا صرت قد ايه عم ادفع رواتب 400,000. انا عم ادفع رواتب من اول الشهر لليوم، فاذا ماني بايع الا اليوم انا عمليا عم بخسر. في عندي شيء اسمه البالانس شيت، هو بيعطيني تصور عن اتجاه الربح، انه عندي الدخل كله راح يكون محطوط من فوق، اجمالي المبيعات مع المصاريف او الاعباء، اوكي، وراح تكون نتيجة اني ربحان لحد هلا 35,000. ولكن ليه اختلف هذا الرقم 35,000 عن 343,000؟ هون لانه عندي بعد المشتريات انا في دفعات مش دافعة للتجار. لهذا السبب حتى ال 100,000 ما قسمها على اليوم، اوكي، حسب لي ال 100,000 كاملة اني صارفها بهذا اليوم. طبعا هذا الربور انا باخده على دورة مالية، ما باخده حسب اليوم، اوكي، باخده على دورة مالية كاملة، يعني بالشهر او بالثلاث اشهر او بالسنة. يعطيني تصور عن اجمالي المبيعات خلال هالسنة، اجمالي المشتريات والمصاريف والرواتب، وبالتالي رح يكون ربحي خلال هاي الفترة المالية هو 35,000.